تصريحات من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي بيؤكد سلامه الكابتن محمود الخطيب وسلامه صحته الحمد لله وفقا لما قيل في بعض المنابر الاعلاميه في الفتره اللي فاتت يا محمد، ولكن كابتن محمود الخطيب صحته الحمد لله بالف سلامه والامور العلاجيه ماشيه بالشكل الافضل والبرنامج العلاجي لم يتغير ولم يطرق به اي جديد وان شاء الله يعود سالما لارض الوطن في الايام المقبله. ألف مليون سلام على كابتن محمود الخطيب وبإذن الله خلال الأيام القليلة القادمة يعود من جديد إلى أسرته وأهله وإلى النادي الأهلي من جديد لممارسة نشاطه ومتابعة كل ما هو جديد داخل النادي الأهلي. يمكن تصريح العميد محمد مرجان النهاردة ظهرا جه في وقته وفي توقيته لأن بعض الشائعات أو البعض كتب أن الحالة الصحية يعني في بعض الأمور مش واضحة، فبالتالي كان تصريح العميد محمد مرجان جاي في وقته مناسب جدا وبصراحة قفل أي شائعات على أي موضوع. وهي قصة أنت بعد بتعمل أي عملية بالتأكيد بيبقى في تشيك أب وفي متابعة مع الطبيب المعالج ليك اللي أجرى العملية الجراحية، وطبيعي أنت في التوقيت الحالي أنت في فترة نقاهة ومتابعة عليه الجرح بالتأكيد بعد العملية الجراحية، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله كابتن محمود الخطيب نطمئن عليه ويغادر المستشفى ويعود بإذن الله إلى أرض الوطن سالما بإذن الله.